حلوه قوي بجد لايك، لازم نفرمهم كلهم وهنحارب. معنى كده انه ما عجبكيش كلام الحاج والحاجه؟ لا طبعا يا دادا ما اقتنعتش، دول اتنين مجانين بس عايشين في حته بيت سداده يهبل. يا ريتك كنتي معانا وشفتيه. الحرب لازم تستمر. اللي تشوفيه يا كارما يا بنتي، انت برضو اللي ماسكه زمام الامور. خدي الزيت ده انا اخترعته. يا ستي لا انا مش عايزه كل الكلام ده. ما عندكيش سويت؟ لا لا، اللي هو بسبوسه كنافه اي حاجه حلوه يعني. استني بقى يا دادا اما نشوف الحاجه الحلوه دي. بقى الست هانم سايبه الحرب والتدريبات وقاعده بتشوف السويت. قائده ما انت اللي قلت ان احنا في هدنة و... اخرسي، انا مش عايزه اسمع كلمه هدنة دي خالص. صحيح ولا لا؟ احنا في حرب، حرب. اتفضلي استعدوا للتدريبات. اوامرك يا قائده. فتيات اذهبنا للتدريبات. شايفه يا دادا؟ يعني انا بحارب عشان خاطر مين؟ مش عشان خاطرهم هم ولا على بالهم؟ معلش يا حبيبتي مش كل حاجه كده على اعصابك. نرمين اتفضلي خدي اشربي، يعني كلها خمس ايام، لا قصدي يومين، وكل حاجه تروح لحالها. ولا الهانم اللي اسمها نيفي هاند كمان قاعده وحاطه رجل على رجلي تقول لي ما ناخد هدنه، ما هي عشان مستفزه ومش حاسه بحاجه. معلش انت اعمى يا ابني، انت اعمى. عايز ابوك يبعت لك علامات وبركات اكتر من كده. ايه صباح الفل وول. صباح الاطران حبيبي. اي كائن حي ربنا خلقه بيعمل علامات عادي، ياكل يعمل علامات. انا لسه عامل علامتين فوق ورا الباب يا سلطان. عارفهم اهو، اهو لسه دايس عليهم اهو. دي مش علامات، العلامه بتبقى بالميزان، يعني اقول الكلمه تحصل العلامه. ايوه ما انت حاطط لهم كرومب برضه. اقعد بقى ابوظ كل حاجه بعملها غلاسه وخلاص. انت بتنح في ايه؟ الواد مبروك الشحات مبروك عامل فورمه بنت هرمه. عادي يعني. عادي؟ بقول لك ايه، جامد 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 يا ابني. ده شال جزع نخله ما فيهاش حاجه يعني. اسكت بقى يا سلطان. عاش يا مبروك عاش. عاش يا مبروك عاش. ده انت عيل رخم قوي. صحيح اعمل لك فيه ايه تاني؟ اسوقه للسن هدفنه هو صحي؟ من النهارده مفيش عشا مبروك. اسمها عشا سلطان. عشا ايه؟ سلطان. ياه